الإكثار من الصدقات، فإنها أيها الإخوة الكرام تدرأ البلايا وتدرأ الشرور والآفات وتحفظ صاحبها من العثرات. لذلك روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء. بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأكثروا من الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. يقول ابن جعد رحمه الله: إن الصدقة تدفع 70 بابا من السوء. وهذا الكلام بينه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتقي أيضا من الآفات والهلكات. ولهذا فما أحوجنا أيها الإخوة الكرام أن نجسد معاني التكافل في حياتنا، ونحن نعيش أيها الإخوة حياة فيها الكثير من الناس لا يجد قوت يومه، وبعض الناس لا يملك أن ينفق على عياله. لماذا لا نجسد معاني الإخاء؟ لماذا لا نرسخ التكافل الاجتماعي ولو كان بين الأقارب؟ لو أن إنسانا كان موظفا يدخل عليه في الشهر من فضل الله تبارك وتعالى 500 دولار أو يزيد، ماذا سيخسر لو أنفق 100 منها على أقرب الناس إليه من الذين لا عمل لهم ولا يجدون قوت يومهم ولا يقدرون على النفقة على عيالهم؟ هذا التكافل لا يمكن أبدا أيها الإخوة الكرام أن يوجد في أمة إلا رفع الله عز وجل قدرها. واعلم أن المال لا ينقص من الصدقة أبدا، ما نقص مال من صدقة. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري، قال: نعم القوم الأشعريون إذا أرملوا أو أصابتهم سنة، يعني محنة، جمعوا ما كان عندهم في إناء واحد ثم تقاسموه بينهم بالسوية، فأنا منهم وهم مني، فنالوا ذلك الوسام الرفيع بسبب هذا التكافل الاجتماعي. ثم إن الدهر دول والأيام لا تدوم، دوام الحال من المحال، قد تكون اليوم غنيا ثم تصبح بعد ذلك فقيرا. فلذلك إذا تعرفت على الله في الرخاء تعرف الله عليك في الشدة. أما سمعتم عن قصة ذلك الرجل اللئيم البخيل السيء الخلق؟ تزوج بامرأة صالحة وكان يجلس معها يوما على مائدة الطعام، وإذا بالباب يقرع: من الطارق؟ خرجت الزوجة، قال: إني فقير أحتاج إلى قوت، إلى طعام. فلما أخبرت زوجها بذلك وأرادت أن تخرج له بطعام، أخذ الطعام من يدها وخرج إلى الفقير فزجره وسبه وصفعه وأغلق الباب في وجهه. ومرت الأيام فطلق هذا الرجل زوجته، وتزوجت الزوجة برجل صالح كان يجلس معها يوما على مأدبة طعام على المائدة، وإذا بالباب يقرع: من بالباب؟ فقال: سائل أريد طعاما. فقال لزوجته الرجل الصالح: قال: خذي ما على المائدة من طعام وأعطيه لهذا الفقير. فخرجت بالطعام إلى الفقير ثم عادت تبكي، فقال لها زوجها: ما الذي يبكيك؟ قالت: إن هذا السائل هو زوجي الأول. فقال لها هذا الزوج، قال: وأنا السائل الأول. انظروا كيف دارت الأيام. ولذلك قالوا: إنما الدنيا هبات وعطايا مستردة، شدة بعد رخاء ورخاء بعد شدة. وكان العلماء أيها الإخوة الكرام يقولون إن العلماء يجزمون بأن الإنسان إذا نزلت به المحن يلجأ دائما إلى الصدقة،
خلاصه من المحن بالصدقة. واستدلوا على ذلك بالكسوف الذي حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجزع الناس وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فادعوا وكبروا وصلوا وتصدقوا. يقول ابن دقيق العيد تعقيبا على هذا الحديث، قال: وفي الحديث دليل على استحباب الصدقة عند المخاوف دفعا للأذى ودفعا للسوء ودفعا للمحظور، بل إن بالصدقة نداوي مرضانا. الصدقة إذا نزل بإنسان مرض يتداوى بهذه الصدقة: داووا مرضاكم بالصدقة. جاء رجل أيها الإخوة الكرام إلى عبد الله بن المبارك يشكو إليه من قرحة في ركبته مكثت 7 سنين وهي تسيل دما، وقد عرضها على الأطباء جميعا فعجزوا عن دوائها وعجزوا عن العلاج. فقال له عبد الله بن المبارك: اذهب إلى طريق يحتاج فيها الناس إلى ماء، واحفر بئرا لعل العين إذا نبعت أمسك الدم عنك، إذا نبعت عين الماء يمسك عنك الدم. وقد كان ذلك، فحفر بئرا فلما نبعت عين الماء نبعت العين فأمسك الدم وبرئ بإذن الله تبارك وتعالى، ثم بفضل هذه الصدقة. الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك أصيب بتقرح في وجهه، وكان إذا جاءه الناس يسألهم الدعاء له، وبقي عاما كاملا والتقرح يزداد، فما كان منه إلا أن قرب إلى الله صدقة. ماذا فعل؟ جعل سقاية على باب داره، سقاية يعني زي ماء السبيل، زي ماء السبيل، فتح ماء على باب الدار، فكان الناس في حلهم وترحالهم وفي غدوهم وروحهم يشربون من الماء. مر أسبوع وإذا به يتعافى وعادت حالته أحسن مما كان ووجهه أجمل مما كان، لأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء.